نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، تأملوا معي في هذا الحديث العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أي الوحي الذي مع رسول الله والعلم الذي مع رسول الله الذي أوحي إليه من الله عز وجل، يقول: كمثل غيث، شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمطر. هذا المطر أصاب أرضا، ذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمل معي، لأن أنت أحد هؤلاء الذين أذكرهم في الحديث. هذا الحديث أذكره لأنه وصف لي ولك، فأي الثلاثة أنت؟ قال: أن هذا الوحي الذي عندي كالغيث، نزل على أرض، نحن الأرض، والوحي جاء من الله عز وجل. ثم ذكر أن هناك ثلاثة أنواع من الأراضي تجاه المطر، وكذلك هناك ثلاثة أنواع من الناس تجاه الوحي. عرفت المقارنة الآن؟ أنت كالأرض التي ينزل عليها المطر، المطر هو الوحي، والأرض هو أنت، وما مدى تقبلك لهذا الوحي الذي يأتي من الله. قال: فكانت منها، أي الأراضي، طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. يعني لما نزل عليها المطر أنبتت وأزهرت، وأنتم ترون الآن الأرض، المطر ينزل فتجد أرض ما شاء الله مخضرة جميلة، والناس تستمتع بها وتستفيد منها وتأكل منها. هذا قسم. وكانت منها أجادب مسكت الماء، يعني مثل الأراضي الطينية، مثل الرياض، يمسك الماء فترات طويلة، لكنها لم تنبت زرع، مناقع ماء فيها المياه لكن لا ينبت فيها الزرع. هذا النوع الثاني من أنواع الأرض، فلذلك هي ينتفع منها الناس لكن هي لا تنتفع. الأول انتفعت نبت الزرع، الثانية نفعت الناس بالماء لكن لم تنتفع، ما نبت فيها زرع. قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. ما معنى قيعان؟ القيعان هي الأرض المستوية، لا فيها منخفض يجمع الماء وإنما مستوية، وهي أشبه ما تكون بالأراضي الرملية مثلا. الآن الرمل ينزل عليها المطر 24 ساعة، فما أن ينتهي المطر حتى لا تجد أثرا للمطر. أين ذهب المطر؟ راح في الأرض، لا هو الذي استفاد منه ولا الذي أفاد الآخرين. قال: هذه أنواع الناس، هذا الوحي مثل الغيث، فأيهم أنت أيها المؤمن؟ هل أنت نور على نور؟ لما نزل عليك الوحي من الله عز وجل تعلمت فنفعت نفسك ثم انتفع منك الآخرين، فكنت خير وبركة لكل من هم حولك، في بيتك، في أسرتك، في مسجدك، في محلك، في عملك، أو أنت من النوع الثاني الذي معه علم يستفيد منه الناس لكنه هو في ذاته لم يعمل بهذا العلم، فهو على خير لكن الناس تستفيد منه ولا يستفيد منه؟ أو أنت من النوع الثالث الذي يخطبون الناس ويتكلمون الناس ويعظون الناس وترسل الرسل وتنزل الآيات ولا في فائدة، على ما أنت عليه لم يتغير شيء، صلاتك على ما هي ضعيفة، وذكرك على ما هو فيه، وقلبك على ما هو في غفلته، أنت من هؤلاء؟ انتبه لنفسك، يجب أن ننتبه لأنفسنا يا إخوان. والله ما راح نجلس في الدنيا، سنرحل وسنحمل ما جمعناه في الدنيا نعرضه على الله
فلنكن من النوع الأول، عندما نسمع آية نفهمها نعقلها نعلم منهم حولنا، عندما نسمع حديث ننتفع فيه وننشر للآخرين. هؤلاء هم خيار الناس الذين مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم، يا من تريد راحة البال، يا من تريد جلاء الهموم، يا من تريد رفعة الدرجات، يا من تريد حب الرحمن، يا من تريد أن يفرج الله كرباتك، يا من تريد أن يصلح الله حالك، يا من تريد راحة الفؤاد وسلامته، املأ قلبك بالخير وبثه بين أهلك وأحبابك وانتفع. لا تكن من الذين يسمعون ولا يعقلون، بل كن من الذين يسمعون ويعقلون. وسأدلك اليوم على عبادة من أجمل وأعظم وأحب العبادات إلى الله، وهي في نفس الوقت من أسهل وأيسر العبادات على الناس، ولكن قليل منا من يعملها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم. ماذا بقي؟ ماذا بقي من الأعمال؟ أخير من ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله. هذا العبادة التي لا تحتاج لا وضوء ولا استقبال قبلة، ولا تذكر ربك في أي حال من أحوالك، وأعطاك الله لها عضلة في جسدك هي أقوى العضلات، هذا اللسان. بالله سمعتم يوما أن أحدا توقف فقيل له: ما لك توقفت؟ قال: تعبت من كثر الكلام. في أحد يتعب من كثر الكلام؟ هذا اللسان عضلة عظيمة حماها الله بهاته الأسنان، وصب لها عين من الماء لهذا اللعاب لا يقف، فلذلك دائما لسانك رطب ولا أسهل منه، وهو جالب لأعظم الأعمال والحسنات التي يحبها الله لك. إن من حب الله عز وجل لهذا العبادة وهي الذكر أن الله تعالى يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول: سبحوه بكرة وأصيلا. ربنا عز وجل مدح الذاكرين بكل أحوالهم، فقال عنهم: أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء هم أولي الألباب. ما الفرق بين اللب والعقل؟ العقل موجود عندي وعندك وعند المجنون، المجنون عنده عقل، موجود مخ في رأسه، وحتى البهيمة أجلكم الله موجود مخ في رأسها، العقل موجود في كل المخلوقات، لكن هناك لب، هناك عقل يفهم، هناك عقل يؤثر في صاحبه يجعله يعمل يستثمر حياته، هذا هو اللب. ولذلك لما مدح الله الذاكرين قال: أولو الألباب، ما قال أولو العقول. فهل أنت من أولو الألباب الذين يستثمرون كل الوقت في القرب من الله عز وجل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذاكرين بأعظم فضل، ووالله لو ما يأتيك من فضل الذكر إلا هذا الحديث لا يكفيك. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والله لو ما يأتيك من الشرف والفخر إلا هذه لكفاك، أن كل ما قلت لا إله إلا الله يذكرك الله عز وجل. ومن ذكرني في ملأ، أي في مجتمع، ذكرته في ملأ خير منه، ملأ الملائكة يذكر فيها اسمك. وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه، هذا أعظم الخير لك. فيا من تريد جلاء الهم، يا من عندك مشكلة في بيتك، مهموم بيتك، مهموم أسرتك، مهموم أنت في غم، يا أخي الله قال لك في القرآن: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، إذن الذي لا يعرض عن ذكر الله لن يكون هناك معيشة ضنكا. فإذا أردت السعادة في نفسك والسعادة في بيتك والسعادة بمن هم حولك، أكثر ذكر الله. هذا هو الجواب.
ويا من تريد الرزق الحلال عندك مشكلة في ديونك ما عندك ذرية. قال لك نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار بالذكر. أأنت أصدق أم ربي جل جلاله؟ هذا الله عز وجل يعطيك المفتاح، فهل حركت المفتاح؟ أو أن آخر مرة استغفرت الله كانت بعد صلاة الفجر، قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانتهيت. قليل منا من يستغفر ويبغى كل شيء، أليس كذلك؟ يا من تريد أن تطرد الشيطان من حياتك، من هو الذي علمنا بالدواء الذي نطرد فيه الشيطان؟ من هو؟ إنه الشيطان نفسه. في الحديث الطويل الذي كان في حوار بين أبو هريرة والشيطان لما كان مشرف على الصدقة، قال له الشيطان: سأعلمك يا أبا هريرة كلمات، إن قلتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كل الليل وأنت عليك ملك يحرسك من الله عز وجل. فما هو الذكر؟ قال: قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي يجب أن تحفظها يا مسلم، لأنك لو قرأتها خلف كل صلاة لم يكن بينك وبين الجنة إلا الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. شفت الفضل والعظمة. ولو قرأتها في ليل لا يزال عليك من الله حافظ. ولذلك أبو هريرة راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا قال لي كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. نعم صحيح، أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. يا من تريد الحماية من الحسد والسحرة والمردة والعين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ له حرسا، فلما سحر عليه الصلاة والسلام، فرأى أتاه الملائكة في المنام وأخبروه في مكان السحر، فلما ذهبوا فوجدوا تمثالا مغروس فيه 11 عقدة، فيه 11 ربطة عقد. هذا هو كان سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلما حلوا عقدة منها تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى حلوا 11 العقدة، وهي 11 آية الموجودة في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فاحفظها وقلها صباحا وقلها مساء، حصن نفسك حصن أولادك حصن بيتك. فهذا هو التحصين الإلهي بالقرآن الكريم. يا من تريد أن تغشاك رحمة الله، هل حين نحن في مسجدنا هذا الآن نصلي، بعض الناس لا يستشعر سبحان الله العظمة الذي هو يعيشها، يقول نصلي الجمعة ونمشي، يعني أداء واجب. لا 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 يا أخي لا. هل تعلم ما هو فضل جلستنا هنا في هذا المسجد الآن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ألسنا في بيت الله؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ماذا يعطيهم الله؟ إلا حفتهم الملائكة، والله أن الملائكة الآن تحفنا إلى عنان السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وغشيتهم الرحمة، تأتينا رحمة من الله عز وجل تغشانا كلنا. أسألك بالله، لو قيل لك، لو جاك ملك الموت الآن وقال لك: أنا قابض روحك، قابض روحك، ودك أقبض روحك الآن في المسجد ولا إذا خرجت؟ أين تتمنى؟ تقول: لا يا أخي، أقبض روحي بين هؤلاء القوم. لماذا؟ لأنهم نعم القوم الذين يشفعون لك عند الله عز وجل. ونزلت عليهم السكينة، الهدوء والراحة والاطمئنان، وأعظم من ذلك كله: وذكرهم الله في من عنده. بعد شوي كلنا سنذكر في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. هل استشعرت هذه العظمة ولا جاي تؤدي واجب بس؟ هذا دين يجب أن يعيش في داخل قلبك وتستشعره وتحس بلذته، لكي تعرف لذة القرآن ولذة السنة ولذة الدين وتستمتع بهذا الدين. هذا الذي نريده، نريد أن نعيش الدين قلبا وقالبا روحا، نعيشها حتى أنفاسنا تتنفس بالدين. والله هنا تحس بالسعادة والطمأنينة ويبعد عنك كل شر. في الذكر هنا تأخذ الأجور المضاعفة، عمل يسير يعطيك أجور عظيمة. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر أمة لكننا ثلثي أهل الجنة. اللهم لك الحمد والشكر. بماذا؟ بمثل هذه الأعمال. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، بس
عدها 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا أخي لا تحتاج أن يغفر الله ذنوبك يا مؤمن، فكل يوم تقول هذه ليه؟ عشان تمسح ذنوب اليوم، لأن حنا كل يوم نجمع ما شاء الله علينا من الصبح إلى النمس، وحنا نغتاب في هذا ونضحك على هذا ونسخر بهذا ونتأخر عن الصلاة، عندنا ذنوب إلى رؤوسنا. طب قل سبحان الله وبحمده 100 مرة من أجل أن تمسح ذنوبك، تأتي نظيف خفيف أمام الله عز وجل. ومرة وفي الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووجد جويرية أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها جالسة في الضحى، يعني بعد الفجر بساعتين أو 3 ساعات، فقال لها منذ متى وأنت جالسة هنا؟ قالت من بعد الفجر وأنا جالسة. قال ماذا تعمل؟ قالت أذكر الله، تسبح وتهلل. قال لقد قلت 4 كلمات لو قلتيها لوزنت كل الذي عملته من الفجر إلى 4 كلمات. احفظها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. أسألك بالله كم عدد خلق الله؟ كم في السماء من ملك؟ وكم في البحر من سمكة؟ وكم في الأرض من حشرة؟ وكم على الأرض من إنسان؟ وكم من الجن؟ كل هؤلاء خلق الله. فعندما تقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه يدخل في ميزان حسناتك عدد خلق الله أجر. ليش تبخل على نفسك؟ الواحد منا يجلس عند الإشارة يصفر، ولا يقرأ اللوحات، مشغل عمره يقرأ لوحات السيارات من أولها لآخرها، ولا بس يغني. هذا اللسان حركه لكي تجلب الحسنات حتى يصلح القلب. إبليس لا يريدك أن تذكر الله، لأنك ماذا يقول إبليس؟ يقول أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. اهلك شيطانك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد بدد كلماته، 4 كلمات. وكل هذا الأجر يأتيك في ميزان حسناتك. بل إن هناك كلمتان خفيفتان على اللسان عظيمتان في الميزان. إذا قلت لك عظيمتان في الميزان أي لا يعلم وزنها إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كررها يا كريم. وأيضا لو قلت في كل يوم، هذه علمها نفسك واحفظها وعلمها أولادك، لأن هذه تحميك بإذن الله من شياطين الأرض كلهم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كلنا نحفظها، بس قلها 100 مرة. فإنه ماذا له؟ اسمع: كانت له عدل عتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10، ومن أعتق نفسا فأعتقه الله من النار. فكيف الذي يعتق 10 كل يوم؟ كل يوم تعتق 10. وكتب الله 100 حسنة له ومحى عنه 100 سيئة، ولا وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك كله. الشيخ أحد المشايخ العلماء المشهور في الرقية يقول: قرأت على مريض فيه جن، يقول فأنا أقرأ عليه، فقال جني: ترى إذا ما تسكت يا شيخ أخرج منه وأدخل فيك. فتوقف الشيخ وقال: أقسم بالله أتحداك أن تؤذيني، أخرج إن كنت صادقا. فبدأ يبكي الجني، فقال: ما الذي يبكيك؟ قال: أنت قلت لا إله إلا الله 100 مرة، والله لا أنا ولا جن الأرض نستطيع عليك. قلها وحصن نفسك وبيتك وانظر ماذا يفعل الله معك. أيها الإخوة الكرام، الأحاديث كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم. أهم شيء اذكر ربك، أكثر من الذكر لا يلعب عليك الشيطان، تروح عليك الساعات والساعات وأنت لا تذكر الله إلا قليلا. هؤلاء هم المنافقون، وأنت تبرأ بإذن الله من هذه الصفة. الإنسان إذا أحب الشيء أكثر من ذكره، ليس كذلك؟ اذهب إلى راعي الغنم وحدثه عن السيارات، لا يتحدث معك، لكن قل له الغنم ما هي، يعطيك ساعة محاضرة لأنه يحب الغنم. واذهب إلى راعي السيارات وحدثه عن الإبل، لا يتحدث معك. اذهب إلى راعي الإبل يحدثك عن الإبل. ابحث عن صاحب الرياضة الآن الذي مفتون في الكورة وحدثه مثلا عن الانتخابات، لا يلتفت لك أصلا، لكن بس قل له ما اسم اللاعب الفلاني، يسردك محاضرة. لأن كل إناء بما به ينضح، وكل إنسان يتحدث بما تهواه نفسه. أنت تحب الله أكثر من ذكر الله. ولذلك إذا أردت أن تعرف مقام الله عندك فما مقام الله في قلبك، هذه المعادلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة